الاتحاد ربما يخفف من حزنه. في مساء أمس على الرائد بهدفين مقابل لا شيء، حارما بذلك منافسه التقليدي الهلال من نفس المقعد. الرائد أمل أن يخرج بمستوى شرفي يودع فيه الأضواء، ولكن الطموح النصروي كان أكبر بكثير حيث التباين بين القمة والقاع. لم يكن النصر في نزهة، فقد شاطره مضيفه وخانه الحظ والخبرة في أكثر من مناسبة، ولكن يبقى النصر نصرا بإعداد لاعبيه نفسيا لمثل هذه المهمة، فكان التركيز واضحا والخطى ثابتة بدءا من ضربة بوسكاب التي ارتدت من الحارس خطأ فأخرى لمودين جاي، ليعلن الإكوادوري تونيريو أنه لا يزال تحت الخدمة هدافا للدوري السعودي بعد تكرار عملية طالما شاهدناها قاطرة تتجاوز الجميع بسرعة وتركيز، مصحوبين بدهاء مهاجم يعرف جيدا كل الطرق إلى المرمى. بهذا الهدف سكنت الأعصاب النصراوية، وكاد داود أن يضاعف الهدف لولا قبلة الكرة على القائم رد عليها الرائد بكرة لم ينقصها إلا التنفيذ الجيد لتكون هدف رد. موهبة بدأت تعود، صفق لها النصراويون كثيرا، حضرت في هذا اللقاء حينما عزز ماجد الدوسري موقف فريقه بهدف ثاني من كرة ثابتة اختلف عليها الحارس والحائط لينطلق فرحا بهدف الاطمئنان. الغريب في اللقاء هو رفض كابتن الرائد الحارس فهد الدخيل الله الخروج للتغيير بعد الهدف الثاني، وأصر على إكمال الشوط والمباراة وكان حاضرا في أكثر من مناسبة. الشوط الثاني أكمل فيه الرائد حضوره ليطرح أكثر من علامة استفهام لماذا تهاوى الفريق ولديه أمثال هذه العناصر. سارت المباراة كما أراد العالم وخلد فريقه ضمن الأقوياء لهذا الموسم، وينتظره لقاء أمام القادسية الخميس المقبل في الرياض بفارق الأهداف. عزيزي أنا أبارك للرياضة مو بالنصر، لا أبارك الرياضة اللي انتصرت على المؤامرات اللي تصير للحركة الرياضية واللي أطلب فتح تحقيق فيها. مع الأسف أمين عام نادي الهلال، أنا أبرر الأمير عبد الله بن مساعد، وأعتقد أبعد ما يكون عن هذا اللي يعرف أخلاقه وسلوكه وأدبه وأعرف روح الرياضية الجمة، ولكن مع الأسف الأخ أحمد الخميس رئيس أمين عام نادي الهلال مع الأسف الكثير جدا جدا اتصلوا بنادي القادسية الشعلة آسف وطلب أن ينتصرون قادسية برة القادسية وعطوا فلوس، والشعلة رفضت الكلام وقالت بلعب النادينا مو الفلوس أو كهذه رشوة لا نقبلها. وفعلا الرشوة مو الرشوة اللي مشيلك معاملة، الرشوة أيضا ممكن تقف وسط معاملة ومعروف ويرجعوا للتحدي ويتحدثوا عن الكلام. اتصلوا بنادي الرائد مع الأسف واتصلوا واتصلاتهم مع الأسف مدير تحرير جريدة في الرياض والمقيطين ونائب رئيس النادي ورئيس النادي نفسه وتاريخه معروف مع الاتصالات. ارجعوا يا سيدي العزيز وحققوا في الموضوع واسألوا لاعب الرائد ايش قيل لهم. نادي الرائد نادي عملاق ونادي له مكانته، ولو ان الوطاويد اللي طلعت الان طلعت ايام الدوري ما اعتقد الرائد كان نزل قاعد محله الطبيعي. اللي اتمنى من عندك القصيم ارى معركه في الممتاز وهو نحسن في الموسم القادم ان نلعب في منطقه عزيزه على زي القصيم. كنت اتمنى ارى الرائد والتعاون والنجمه والعربي والحزم وكل انديه القصيم لانها غالي وعزيز على قلوبنا، واتمنى والرائد وقفوا مع الوقفه الاخيره ضد النصر وحطوا ليل ونهار تمارين وتغذيه والفلوس والوعود وغرف النوم وخلافها كان رائد ما انزل، كان رائد ظل عملاق وظل رجوله ولدير رادير كفو بجماهيره وباخلاص لاعبينه. ولكن مع الاسف الاسف الكثير جدا جدا لاحظت انه تقدمت على شو اتمنى التحقيق فيها الموضوع، لانه حقيقه هذا مخالف لقوانين ونواميس الرياضه السعوديه ولا نقبله اطلاقا، وهذا مع الاسف اللي حدث وممكن التحقيق في الموضوع وانا عندي الادله والاثباتات. اتمنى في التحقيق وانا عندي كل الادله اثبات الكلام. يا عزيزي لو لقى الاستاذ عبد العزيز المسلم ولا الاستاذ ابراهيم الربي التعاون والاخلاص من اول موسم وما لقوا العقبات اللي وضعت في طريقهم كان الرائد ما نزل للدرجه الادنى، ما نزل للدرجه الاولى. ولكن مع الاسف طلعوا في الوقت اللي ما يبغى في نادي الرائد لانهم هم اساس يختموا نادي، ما يختموا الرائد يختم النادي الاخر اللي هو شقيق لنادي الهلال. عموما يا سيدي العزيز في جرائد من الجرائد اذا احب اعلق سال استاذ عساف العتاب قالت له اليوم نادي النصر تعود بالاساءه الانديه المنافسه وبالانتقاد وسائل الحكام،
وانت انت تزيهم، هل ادركت النادي؟ طبعا الاخ حساف الله يهديه ما رد الرد اللي المفروض يرده، ولكن ارد عليهم. نادي النصر عمره ما سأل عند الناس يحترمها ويقدرها الا من يخطئ عليه يرد عليه الجواب الشافي والكافي. وعلاقة النصر معروفة، وهو راس الرمح للأندية السعودية المدافع عن حقوقها. نادي النصر عمره ما سأل الحكام فايز ومهزوم، للمخطئ يقول أخطأت، وللمحسن يقول له أحسنت. هذا نادي النصر، وهذا مفروض كان رد الأخ عساف العساف. لكن عموما نادي النصر ما هو نادي مؤامرات أو رشاوي طيلة حياته. واللجنة الفنية إخواننا العام الماضي طلبنا المباراة الأخيرة يلعبوا مع بعض، ولا لبوا طلبنا، وهسه الحمد لله لبوا طلب زملائنا في نادي الهلال، لأنه هذا الصحيح. وعلى العموم القافلة تسير، والمبروك للرياضة لأن المؤامرات ما مشت والفلوس ما مشت، ولكن أتمنى اللي دفعوا فلوس وطلعوا في آخر الليل ومحسبين على الرائد أتمنى يدفعوا صندوق النادي واللاعبين النادي يستحقون يعدها الموسم القادم. الله يبارك.